حياكم الله ويا رب تكونون بأحسن حال. توصلني أو وصلتني بالآونة الأخيرة عدد من الرسائل فيها نوع من العتب، على اعتبار أنه جميع اللي دا أنقله هو مختص أو مركز على المصابين وعداد الوفيات اللي موجودة هنا بالدنمارك. وهذا الشيء أكيد من حق المتابعين، لأن متفهم ومتيقن هناك نوع من التخوف وهناك نوع من التوتر بالموضوع. لكن أنا وبكل صراحة أنقل ما ينقله الإعلام الدنماركي، سواء إذا كانت وكالة الأخبار الدنماركية الغيتساو أو الجهات الإعلامية الدنماركية الأخرى. على كل حال اليوم حاب أنقل قصة أحد الأشخاص المصابين في هنا في الدنمارك. وهذه قصة الشخص اللي راح أقولها هي تعتبر قصة الشخص الأول المصاب بفيروس كورونا واللي يرقد في مستشفى في الدنمارك. هذا المصاب اللي حاب أتكلم عليه هو شخصية عامة وشخصية معروفة، على اعتبار هو اسمه أولى إلياسن. هو كان مدرب منتخب الدنمارك بكرة اليد للنساء في فترة الثمانينات، وصراحة ما تذكرني من أي سنة لأي سنة، لكن أنه ححاول أكتبه إذا كان في مجال. وكذلك درب منتخب النمسا لكرة اليد. هذا الشخص يذكر أنه هو كان في يوم 8/3 في جبال الألب في رحلة تزلج، وتحديدا في دولة النمسا. يذكر هذا أولى أنه الأجواء كانت جدا طبيعية وتمتع بوقته بشكل جدا كبير، وهو تواجده بهذه المنطقة في منطقة التزلج في النمسا ذكر أنه هو كان يتابع الأخبار بشكل يومي، سواء من الجهات المحلية وسواء من منظمة الصحة العالمية، وذكر أنه لا يوجد أي إصابات بالمنطقة اللي كان هو متواجد بها، لكن أنه بنفس الوقت كان حذر على اعتبار أنه هناك انتشار للفيروس بقارة أوروبا. هو بالمناسبة كان مع ابنه وكان مع 3 من أصدقائه. قبل يوم من عودته إلى الدنمارك شعر أولى بتعب وشعر بإعياء وشعر كذلك بارتفاع حرارة جسده. طبعا هو حسب كلامه أنه فسر هذا الموضوع أنه التعب اللي إجا على اعتبار أنه هو كان متزلج لمسافة جدا طويلة ولوقت جدا طويل، وقدره هو حوالي 40 كيلومتر، فيمكن هو هذا سبب الإعياء وسبب التعب. أما ارتفاع درجة حرارة جسمه ففسرها أنه ممكن بسبب سطوع الشمس بذلك اليوم. ذكر أولى أنه قبل عودته إلى الدنمارك اللي هي يوم 8/3 حس بإعياء وتعب مثل ما ذكرت، لكن هذا الإعياء والتعب كان هو يستبعد أنه هو إصابته بفيروس كورونا، لأنه هو قرأ أنه أعراض الإصابة بفيروس كورونا السعال وضيق في التنفس، وهذا الأمر ما كان يعاني منها، يعني هو كان يعاني جزء من ارتفاع درجة، كان يعاني من ارتفاع بدرجات الحرارة وكان يعاني من تعب، لكن أنه هو يعني أقنع نفسه أنه ما يعاني من فيروس الكورونا. قبل ما يصعد إلى الطائرة متوجه من النمسا إلى الدنمارك حس بإعياء وتعب، وبعد ما وصل إلى الدنمارك وتحديدا إلى مطار العاصمة كوبنهاجن، عند مكان هذه الأحزمة اللي يعني تكون فيها حقائب القادمين إلى المطار، في هذا المكان شعر بضيق بالتنفس وجاءته نوبات من السعال. طبعا هو كان برفقة ابنه وعدد من أصدقائه، وهو ساكن هنا في مدينة أوغوس وتحديدا في منطقة هويبيا، يعني مسافة قريبة جدا منا. فمن كوبنهاجن إلى حد أوغوس يعني حضر بالسيارة، كان قادمين بالسيارة هو ورفقاء السفر اللي وياه إضافة إلى ابنه. بالسيارة بلشت حالته تسيء أكثر وأكثر. أولى قبل ما يعاني من هذه الأعراض هو مريض بمرض القلب، يعني عنده مشاكل في القلب. قبل ما يصلون إلى منطقة أوغوس اتصل ابنه بالمستشفى الجامعي اللي موجود هنا في مدينة أوغوس، وذكر لهم الأعراض اللي يعاني منها وذكر لهم أنه هو عنده مشاكل بالقلب. فواحدة من الأمور اللي طلبتها من المستشفى أنه ممكن هو يوقف على جانب الطريق ويبعثوا له سيارة إسعاف بشكل فوري حتى ينقذون والده، لكن هو ذكر لهم أنه لا، هو حيحاول يزيد من سرعته ويتوجه مباشرة إلى المستشفى. هذا اللي صار. وصل إلى المستشفى، يذكر أولى أنه بعد ما وصل للمستشفى كان في استقباله هناك عدد من الموظفين المستشفى اللي يرتدون ملابس خاصة، هذه ملابس الوقاية اللي نشوفها دائما من نشرات الأخبار. بعد ما دخلوه وعملوا له فحص، أول ما بلشوا يفحصون فحصوا قلبه وتأكدوا أنه ما يعاني من أي مشاكل بالقلب، لكن أنه تم تشخيص حالته إصابة بفيروس كورونا.
هنا واخذوه الى العزل، هو دخل الى المستشفى يوم الاثنين وخلوه بالعزل. كذلك هو الحال مع الابن واصدقائهم، كذلك تم تشخيص اصابتهم بفيروس كورونا، لكن فرق عنهم انه هم ما رقدوا بالمستشفى. رقد مثل ما ذكرت هو بالمستشفى يوم الاثنين، يوم الثلاثاء بلشت حالته تتحسن، رغم من انه كانت حالته جدا مدهورة قبل يوم. بلشت حالته تتحسن الأربعاء، بلش حالته تتحسن أكثر. يوم الجمعة تم إخراجه من المستشفى. بعد ما أخرج من المستشفى طلبت من المستشفى أن يعزل نفسه لفترة، ما أعرف كم يعني كم طلبوا من الأيام اللي يعزل بيها نفسه. فهو قام عنده من خلال أحد معارفه قام استعار منزل غير مسكون وهيئوا له به المستلزمات الأساسية حتى يقضي به بضعة أيام قبل ما يعيد ويمارس حياته بشكل طبيعي. يذكر ابنه أنه بعد ما سكن بهذا البيت اللي هو قريب عن منزل ابنه اللي مصاب بفيروس كورونا، طبعا ابنه المصاب بفيروس كورونا وأصدقاء طلبوا منهم أن يحجرون أنفسهم لكن ما رقدوا بالمستشفى. يذكر هذا ابن الأولى أنه بعد ما خرج من المستشفى وخلوه في هذا المسكن المؤقت، ذكر ابنه للجيران انه هذا البيت حيسكن وحال البيت حيكون فيه شخص ساكن به، يعني حتى ما يكون هناك نوع من التخوف اذا ما شاهدوا مثلا يعني اضاءة بالبيت في وقت متأخر من الليل. وذكر لهم كذلك انه والده اللي موجود بالبيت يعاني من اصابة بفيروس كورونا وتم تجاوزها. يذكر أولى أنه مجرد أنه ما ذكر لابنه هذا الكلام هو أحس بضيق، لأنه أحس أنه وخلال تواجده بالبيت أنه ممكن الناس حيصير عندها تخوف، ممكن حيكون هناك أكس غير مرئي على بوابة منزله مثل ما كان يحدث يوما ما في العصور الماضية. أكيد الناس كانوا متخوفين أنه هذا الشخص لازم واحد يتجنبه. هو تخيل نفسه أنه شبه إصابته كأنه مصاب بالطاعون. على كل حال بعد ما انتهت يعني الفترة اللي طلبت منه المستشفى أنه يقضيها في هذا المنزل، خرج ورجع لحياة الطبيعية، أو حيرجع إلى حياة الطبيعية على اعتبار أنه حيخرج من هذا المنزل اليوم بالتحديد. من حسن حظ هذا الشخص، أولى ححاول أنه أظهر صورته هنا، أنه من حسن حظه كما يذكر أنه أول ما وصل للدنمارك تم نقله إلى المستشفى، لأن أنه هو لو كان مستمر ورايح للبيت زوجته كانت تعاني من التهاب رئوي مزمن وكان ممكن حيعديها وحيعدي ويصيب كثير من الناس الثانيين بدون أن يشعر. فمن حسن حظه أنه دخل للمستشفى وكان بين أيادي أمينة نقذته من الموت حسب تعبيره. ابنه المصاب وأصدقائه كذلك، أنه أنا ذكرت أنه تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا، تم عزلهم ولحسن الحظ يعني ما تواصلوا ويا أي أحد من أقربائهم ويا أحد ويا أي أحد ناس من معارفهم من البيئة المحيطة بهم. فهو يذكر أنه تجاوزت هذه المحنة، ويذكر كذلك أنه الفترة اللي عاشها فترات كانت جدا عصيبة. يذكر أنه يعني من الأشياء اللي ذكرها أنه في فترة انتقاله أو وصوله من كوبنهاجن إلى أوغوس، الفترة اللي كان فيها بالسيارة يعني كان حسب كلام المحيطين به كان غايب عن الوعي، كان يعاني من نوع من الهلوسة. هو يذكر أنه كانت الحرارة بجسمه شيء ما يوصف، وأثناء رقوده بالمستشفى كانت هذه الحرارة داخل الجسم يعني تتغير أماكنها بشكل دوري، يعني مرة كان يحس في سخونة في الرأس، بعدها فترة كان يحس في سخونة بالصدر، وكانت تأتي آلام جدا كبيرة. المهم على كل حال، ومثل ما ذكر أنه تجاوز هذه المحنة وهذه الصعوبة ولله الحمد، ويعني ما كان هذا الفيروس ما أثر على حياته ولا أصاب الناس المحيطين به. فهذه قصة أول شخص مصاب دنماركي أو مواطن دنماركي هنا في الدنمارك يرقد في المستشفى. أشدد على هذا الموضوع، هو مو أول شخص أصيب بالفيروس، أول شخص تم تحديد إصابته بالفيروس أكيد كلنا تابعنا أخباره هو هذا كان المراسل للتي في 2، صراحة ما يذكرني اسمه، لكن هو هذا الشخص اللي دا أتكلم عليه الآن، هذا أول شخص أصيب ونقل للمستشفى.
فهذه كانت قصة لشخص يعني أصيب بالفيروس وتم شفاءه لله الحمد، على الرغم من أنه كانت حالته يعني على الرغم أنه عمره كبير اللي هو 67، وعلى الرغم من إصابته بالقلب، لكن أنه تجاوز هذه المحنة. وذكر أنه الأعراض بعد يوم الاثنين اللي كانت شدتها، يوم الثلاثاء والأربعاء بلشت الأعراض تنسحب وبلشت أنه هو يحس بتحسن. فهذه كانت قصة لشخص حبيت أنقلها بشكل سريع وبشكل مختصر. الموضوع الثاني اللي حاب أنقله واللي حاب أتكلم عنه، طبعا ما حيسعني الوقت أنه أتكلم عليه حاليا، أنه حاليا أنه أنا بصدد عمل مثل فيديو عن تاريخي عن إصابة المجتمع الدنماركي قبل 100 سنة بالإنفلونزا الإسبانية واللي أدت بحياة الآلاف من الدنماركيين. طبعا هذا الموضوع إن شاء الله بعد ما أنهي أكيد راح أنقله وراح أرفعه على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، وكذلك أتواصل وياكم أول بأول بالإنستغرام. جميع يعني الفيديوهات المختصة بكورونا تلاقوها، يعني أنا حددت وعملت بعض الفيديوهات، قمت بجولة بالأسواق موجودة على قناتي على اليوتيوب. بعض المنشورات حتكون لي كذلك على حسابي على الإنستغرام، وأكيد حتواصل وياكم أول بأول بكل التحديثات على صفحتي على الفيسبوك. أسعد وتشرف بالمتابعة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. نلتقي على الخير، حياكم الله.